أحد الإخوة جزاه الله خيرا قال أنا مقيد أخذ أولادي الصغار. هذه القضايا تحتاج إلى التفات، تحتاج إلى توجه. واحد مسؤول هؤلاء الأولاد بكرة يأخذون أمام آبائهم وأمهاتهم يوم القيامة، هؤلاء الذين أضلونا. كان يقول أنا أخذ أطفالي بين فترة وأخرى إلى العمرة، حتى الأطفال الصغار. لاحظ الدين حقيقة يقول حتى الطفل اللي عمره يوم واحد يستحب أن تأخذه للعمرة، تلبسه ملابس الإحرام، تجنبه محرمات الإحرام، ما يقدر يلبي لأن عمره يوم واحد، أنت تلبي عنه بالنيابة. تفكر وتنوي أنني ألبي نيابة عن طفلي الصغير، لبيك اللهم لبيك، تلبي عنه. يعني شوفوا الله سبحانه وتعالى جعل هذا البرنامج. يقول أنا أوديهم إلى العمرة، الأطفال الصغار كلهم، كل العائلة، ثم بعد ذلك أوديهم إلى أحد. الطفل من الآن يفهم شنو معنى أحد. هنا قبر حمزة، حمزة سيد الشهداء في زمانه، قتل بهذه الكيفية، من الآن تجعله يتفاعل مع حمزة صلوات الله عليه، يكون عند تولي وتبري من الآن، يفهم من هو حمزة ويفهم من هي هند آكلة الأكباد. وبعدين أوديه إلى قبر خديجة، هذه خديجة وهذه قصة خديجة. من الآن هذا الطفل والطفلة يفهم من هي خديجة، إيش قد قيمة عند الله هذا العمل. وأودي إلى المسجد، هذا مسجد رد الشمس. شنو معنى مسجد رد الشمس؟ من الآن أكمل منظومته الفكرية الإلهية. حقيقة إذا بعض المؤمنين يقومون بهذا العمل من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينشأ هنالك جيل لا يعرف أئمته وأولياءه وقادته ودينه وأي شيء. أوديهم إلى البقيع، هذا قبر الإمام الحسن. من هو الإمام الحسن؟ شرحنا لأولادنا، هذا قبر الإمام زين العابدين، هذا قبر الإمام محمد الباقر، هذا قبر الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه. هذا أي روحية يخلق في هذا الطفل؟ الاحتفالات الدينية أمامنا، ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه في 13 رجب، ميلاد الإمام الحسين في 3 شعبان، ميلاد أبي الفضل، ميلاد زين العابدين، ميلاد الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم وأهليكم، احفظوهم عن النار.